الفريق الرائع اللي شارك صراحة في إنقاذ هذه السلحفة مع صقلية المنقار، وكانت الجهود مشتركة بالتعاون مع البحر الأحمر الدولية وفقيها أكواريوم والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. مجهود رائع، والحمد لله كانت النتيجة مبشرة، وبإذن الله إلى حياة أفضل. والتيم هذا إن شاء الله قد اتفق إن شاء الله على تسمية السلحفة، وأطلقنا على اسم بسمة، إن شاء الله أنها تكون بسمة أمل للحياة المتبقية إن شاء الله.